بغيت الخير قال لك المتوحد، واخا حماق دين امه. علاش متوحد؟ زعما علاش ما يكونش متوحد؟ لحقاش مقودة عليه، با مسكين خدام في العمالة عنده 3000 درهم، يلا كتشني الخبز بطاطا الواقع مطيشة الواقع الواقع نص. في الحقيقة ما كاينش واحد مسطي، كاين غير واحد عنده شي مرض نفسي وصافي، ما كاينش مسطي. وان كاين مسطى داك المرض النفسي ملي كيوصل، ملي كيبقى غادي كيديفلوب، ملي كيوصل الاخر كاع كيتسطى. المرض النفسي لا عالجتيه في الاول، تقد لا عالجتيه في الاول واه تبقى عليه بالكينات وبالشوكات. كتظن بلي الكينات الشوكات هذا الشيء كيفوت الحال زعما ما كيردش. كيفوت كيكالم كيكالم، ما تيأزمش ما تزعفش القضية. اسمعني كنت ما كنت دابا انا كنت صحابي كانوا كياكلوا داك الدواء، وانا نقول اجي نسييه انايا ونمشي عند واحد الطبيبه نفسيه. بقيت عليها غير ما كنعس في الليل، وديما كنشوف شي واحد تابعني. ملي كندور ما كنلقى حتى شي واحد، ويتقول لي انت خاصك لالباز. قلت له اه عطيني لالباز، وقلت عطيني لالباز، لالباز 05 مزيان ناضيه مقعوده. كيف كتحس يعني ان الاحساس ديالك ملي كتكون انت انسان ما عندك حتى مرض نفسي وكتاخد هذاك النوع من الادويه، واش كيكون شي تاثير سلبي او ايجابي على الصحه ديال الانسان فيما يخص العلاقات الزوجيه؟ على حسب كما كنتي نتايا. الا كنتي ديجا العلاقه الجوزيه ديالك زوينه كتزيد زيان، ولا كانت ديجا العلاقه الزوجيه ديالك مقوده خيا خايبه كتزيد تخيب. واش كتظن بلي الدواء هذا يقدر يفوت يعني المفعول ديالو، مفعول ديال فيغوريكس اللي هو خاص بتقويه العضلات التناسليه؟ شوف الا خدمتي في الفوركس هي غادي تدخل العاقه، ولكن في الاول ولا بد غادي تتازم شويه، غادي تحط واحد 300 ولا 300 اورو. بعدا واش غتحطها لذاك الدري اللي مول الفوركس تيكون مع البنج، او لا غادي تحطها عندك الدري الاخر ديال كيقول لك هذاك السيمو لايف اللي عنده 100 مليون؟ لا لا لا، غادي تقلب على شي وحدين اللي ما باينينش مقودين. هذوك هما اللي كيعطيو السكور اكزاكت. يقد يقول لك بحال دابا الكوتي فوت، كاينين شي سيتات كتشري الماتش ب 5000 درهم. سمعني، كتشري الماتش ب 5000 درهم وكيعطيوك السكور اكزاكت، داك الشيء جاي من كتلعب عليه بشحال ما لعبتي عليه كيعطيك لا ميز. وهذا الشيء كيدخل فيه الاليميناتي ولا هو غير خدمه ديال الناس العاديين؟ لا 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 لا، دابا حنا شحال كنفكروا؟ كنفكروا 2%، والاذكياء كيفكروا 2.2%. ما كيقولوش بلي انه الحد ديال العقل الانسان وصل 10%، حيت اينشتاين هو اللي رجع السكور. لا 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 لا، اينشتاين 2.3%، والاذكياء ديال دابا 2.2%. حنا عندنا واحد حنا كنتكيفوا عندنا 1.9 1.8. لا كانت الا كانت عنده جوج. لا لا، تكون كون 1.8 تكون. هذا 1.3% واش هي النسبه ديال الارباح اللي كتدخل في الفوركس من عند تقد تكون اكثر من 1.5. شوف اسمعني، لا لا، طلع الكلام ديالك بالسمن والعسل والبرقوق المعسل وديك التكتوكه الله يعطيك الستر. الله يحفظك. شوف قال لك الحيط والحاضر الله، ديما حيط الحاضر الله. وقال لك واحد سميتو لو ميور على لي زوغاي لي كولوار غير لي بغوي دو لا بارول اللي قالوا لي قبل ما قال لك الواحد الا ما ركزتيش عمر ما تغنيتي في الجامع. انا ما قريتش اصلا، قري غير الجامع. لا لا، بصح في الاول رغاوت كاع ما دوزتي الجامع هو الاول، عاد مشيتي رغاوت ولا مشيتي رغاوت؟ انا والله الا دوزت الجامع وحق كانت تجيك العصا بنينه ولا ما مزياناش؟ حيت كان كيكون عنده الصناره، هو عنده الصناره كيضربك من القدام كيضربك انت اللور، هو عنده الصناره. ما بقى وحده في حياتي اللي كليت بنضيخه بيت الرابع، داروا لي الفلاقه. داروا الفلاقه. الفلاقه شنو هي الفلاقه؟ انت كتستاهل، كنت كتستاهل. ماشي كنت كنستاهل، ولكن كنت باسل. كنتي باسل ولا كان عندك غير مرض نفسي وحيت انت مقود عليك قالوا باسل؟ لا، ملي خديت الدواء صافي، ملي خديت الدواء وليت فاتني الحال، وليت كنحس براسي ما مقوداش عليا. تخيل، وليت كنوهم راسي، كنوهم راسي انني جو سوي غيش. يعني نفس هادشي اللي واقع الناس ديال الفوركس، هادشي كامل كيدخل في الفوركس. فوالا، كيوهموا راسهم انهم ياخذوا الحبوب ديال سميتو باش يوهموا الناس بانه راه هما لاباس عليهم، راه هما مقاتلين مع الوقت. اسمعني، وكتلقى واحد ارتيست، نقولوا ارتيست، نقولوا كوميديان، نقولوا اي حاجه، كيوهم بنادم انه عايش واحد الحياه بدخ اللي ماشي ديالو. هو ملي كتشوف الحياه ديالو كتلقى فيها البطاطا مطيشه، البيض، الخنقوم، الزيت، الزبر، المعدنوس. وهو شنو كيوري؟ هو فوالا، هو مشى لواحد ريستو، حطوا ليه واحد البلافابور صافي، كيصوروا لهم، تيقول لهم كيصوروا لهم، كيقولوا بنادم واو تغدى بالسوشي. هو غير جالس ومصور واخد السوشي، مشى لماكدونالدز مدلول. هو مدلول اصلا، مدلول تما مدلول. لا ماشي مدلول، ولكن
داكشي اللي كيواني الناس ماشي هو داك الواقع ديالو. يعني نفاق اجتماعي حر اصيل. علاش 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 ما يوريهمش البطاطا؟ انت هو انت. ولكن ولكن المشكل فين وصل؟ لا ولكن الخرشف الخرشف. لان منين كي منين كي منين كي خرشف الخرشف الخرشف. منين كي منين كيتفاقم هذا المرض هذا كيولي يعني الانسان كيوصل واحد النيفو في الاوهام ديالو من بعد ما كياخذ الادويه وداكشي وكيبدا يتخيل بانه لاباس عليه دوك هو كيعيش واحد الازمه ماديه ونفسيه وهذاك الشيء اللي ما قدوش كاع حنا نتجاوزوه تيبدا بقوه ما كيتيق هذاك الفيلم حتى كيولي منين كيصور بطاطا والخرشف وداك الشيء تيقول لهم تيقول لهم زعما راني متواضع. فهمتك اه بوسيبل. ولكن شنو هي اقوى حاجه؟ اقوى حاجه هي كاينين دابا كاين الكذاب ولكن كاين واحد اقوى حاجه هي تكذب وتيق الكذبه ديالك. انت تيقها عرفتي انت تيقتيها داك الوسطاج ديال الوحش ياك يعني بغيتي تاكل بطاطا وتقول تبا لي تواضعي. ماشي تقول تبا لي تواضعي وصافي كانت بطاطا طحن ديال ما تصور لنا بطاطا صور لنا اختي بطاطا صورنا اللوبيا وفيها داك داك الشيء كيقولوا ليه التقليه طيب هذاك الليدام اللي دام بالبرعين ولا التقليه كوكا والكاس فيه ليدام كوكا 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 في الكاس والكاس الليدام كتشدو بحال هكا الكاس كتشدو بحال هكا ما تبقاش تشدو هكا كتبعي مكتمين كبيداتي اليوم جبت لكم كتقول لهم كبيداتي جبت لكم واحد الوصفه باش تكبنوا الخيمه ديالكم ويا عمرك كبيداتي اليوم غادي ديروا الزيت الزيت ديال الخنوع غادي ديروا الخروع كي خخوبه كي 7 كيلو 7 كيلو 7 كيلو في المناطق الانثويه في المناطق الانثويه وتبيتيها في ندى سيمانه لا لا فندى بيتي قزبت في الثلاجه 3 ايام يلاه يفوتك الحال حتى كيلو لو تبيت قزبتها في السطح في ندى سيمانه حتى نقول بسم الله كل صباح حالة خويا حالة والله حالة كنعيشوا وسط هادشي ولا القسم ما عرف كيف غنديروا له وحق الله شوف غادي غادي تصافي غادي تكمل ما عندك ما دير ما عندك ما دير غادي زابونا لكل شيء ما عندك ما دير ما دير زابوناش خليك مابوني لكل شيء قاعد ضحك انت ما سوقكش اللي بغى يدبز يدبز اللي بغى يتقاتل يتقاتل وما سوق انت ما سوقكش فيهم تبقى هكا تضحك عليهم الله يخليك انت كتضحك لا كاين المشكل كاين المشكل هو دابا المشكل هو انه يعني بانتماء كل واحد البقعه الجغرافيه والاحترام كل واحد لواحد العالم تيوقع لك واحد المشكل يعني ديال الانتماء وكتحس بواحد الغيره هذيك الغيره هي اللي كتخرج عليك الغيره شوف الغيره كتولد من الصغر هي كتكبر في واحد كتكبر في مستنقعات باش تعرف واه وعلاش